بيئتنا دايماً غنية، دايماً معطاءة، ودايماً بتحب، ودايماً بتقدم، وزي ما بتقدم لولادها حاجات كتير قوي، حتى ولادها نفسهم بتقدمهم ذبيحة حب للسيد المسيح. دايماً اتعودنا على كده، لما نقول مذبحة وتقدم فيها شهداء، احنا مش بنقول انها مذبحة بشعة عشان احنا زعلانين، بالعكس، ده سيرتهم دي بتدينا قوة وتدينا ايمان ان نقدر نكمل مسيرتهم بنفس الحب وبنفس العطاء. 8140 شهيد في 3 ايام في مذبحة اخميم البشعة، واللي يعني كانت اثارت حقد الشيطان على اولاد الله، لكن احنا بناخد من المذبحة دي بعض النماذج، نماذج الحب، عشان نحطها قدامنا طول الوقت ونشوفها، وزي ما بيقول كده تمثلوا بإيمانهم، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. النهاردة هنقرب من يعني سيرة مضيئة كانت من شهداء مذبحة إخميم، الشهيد والقديس سمعان الإخميمي، هنتكلم عنه في فقرة عرض الكتاب، ونشوف الكتاب الفقرات بتاعته أو الفصول بتاعته بتتكلم عن إيه، وإزاي حكت القصة بتاعته، إيه مذبحة إخميم للناس اللي ما تعرفش ده، وإيماننا وثقتنا في حب الله لينا وشفاعة القديسين إزاي ما يخلناش نتعامل والناس تتهمنا بالغيبيات. يعني إيه معجزة؟ ويعني إيه ثقة في قوة الله؟ ويعني إيه كمان ثقة في شفاعة القديسين؟ بيسعدني ويباركني وجود جناب القس أبانوب جورجي، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم، وقديس شهيد سمعان الإخميمي، قرية بمم، مركز تلا المنوفية. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. عايزين النهاردة يعني ندخل كده للكتاب اللي بيتكلم عن قصة الشهيد والقديس سمعان الإخميمي، واللي من إعداد الباحث الشماس ريمون عبد المسيح البتانوني، ومراجعة نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين مطران المنوفية. لكن قبل ما نتكلم عن سيرة القديس، وزي ما كنت بقول كده هو شمعة مضيئة وسيرة عطرة من الشهداء اللي كانوا في مذبحة إخميم، قلت اتكلمنا الأول عن المذبحة دي. في البداية أحب أصبح عليكم وعلى أصحاب البرنامج، صباح النور، ونقبل أيادي سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين اللي سمح لنا أن احنا نيجي وناخد بركة هذا التسجيل، نرسل له كل محبة. بالنسبة مذبحة إخميم، كلمة مذبحة يعني فيها تعداد كثير من البشر انذبحوا في أيام الاستشهاد، وخصوصا إخميم منطقة مركز حاليا تبع محافظة سوهاج، فيها تعداد كثير جدا من الأقباط، وبها الآن حوالي 8 أديرة من الأديرة الأثرية. شعب هذه المنطقة شعب مسيحي متمسك إيمانه بربنا. أيام الملك ديكليديانوس أصدر أمر بتعذيب كل الأقباط وكل المسيحيين، والكلام ده كان سنة 284. ابتدى أن كل من يجد من هو يؤمن بين مسيحية يأمر بذبحه فورا. ابتدت الناس يعني تتزاحم إلى مدينة إخميم، وخصوصا من أقاصي الصعيد ومن المنيا، إلى أن وصلوا إلى منطقة إخميم. بدأوا في عملية تنفيذ المنشور اللي هو أمره الملك ديكليديانوس بتعذيب كل الأقباط وذبحهم. جه بعد كده والي اسمه الوالي إريانوس، وده كان في الربع الأخير من القرن الثالث الميلادي، وابتدى إن هو ينفذ بقى بالأمر في تعذيب كل الأقباط، وابتدى يعمل عملية ذبح لكل الأقباط في ليلة عيد الميلاد المجيد ويوم العيد، يعني تقريبا 28 كياك و 29 كياك واحد طوبة. بقى يجيبوا الناس من كنايسهم ويبتدي عملية تعذيب الأقباط، لدرجة يعني المنطقة دي مشهورة بالبركة، ويعني كثير من الناس يحبوا ياخدوا بركة أديرة إخميم طبعا نتيجة الدم الذي نزف من هؤلاء المسيحيين من أجل إعلان إيمانهم بالرب يسوع. احنا بنتكلم في سنين قد ايه، بنتكلم سنة 303 ميلادية لغاية النهاردة، وزي ما قدسك بتقول كده يعني احنا فوق اكتر من 16 قرن طبعا،
يعني أرض البركة. يعني أفتكر أتذكر مثلث الرحمات نيافة الأنبا غريغوريوس كان دايما يقول لنا وإحنا في الكليريكية أن ما بنزل منطقة أخميم لازم أنزل حاف القدمين، ما أقدرش أزور الأماكن دي وأنا لابس الحذاء. أرض مقدسة. أرض مقدسة. طيب إحنا يعني العدد حتى بتاع الشهداء لما نقول في خلال 3 أيام العدد ده كبير يخض، وزي ما قلت كده عشان كده أطلقوا عليها أنها مسبحة، لأنها مزبوط. يعني بمثابة إبادة جماعية للمسيحيين. 8140 يعني. شهيد في 3 أيام. في 3 أيام يعني تخيلي، لدرجة في شارع هناك في أخميم إلى الآن يعني يسمى شارع الزن، نتيجة أن السيف كان الناس اللي ساكنة هناك يسمعوا بالليل من كتر الصوت بتاع السيف كان بيزن في أذان الناس، وبقى يسمعوا الأصوات دي على طول متتالية من كتر السيف على طول بسرعة. فإلى الآن يسمى الشارع هناك شارع الزن. عشان كده يعني اللقب لما بيطلق على حاجة معينة على حادث معين بيفضل رغم مرور مئات السنين يفكر الناس باللي حصل. تاريخ. يمكن الأجيال الجديدة اللي مات ما حضرتش ده ومشافتوش ومش عارفة هتبتدي تسأل على الاسم الغريب ده ليه يسموه كده. مظبوط. ويبدأ التاريخ يحكي عن نفسه لأن اللي حصل ما بيتنسيش. هذا صحيح حقيقة. يمكن بالنسبة للناس أحداث مؤلمة وأحداث صعبة، لكن بالنسبة لنا إحنا كل ما واحد كان بيتقتل وبيستشهد بيجي قصاده آلاف هم اللي عايزين يقدموا حياتهم للمسيح، بيقدموا نفسهم للشهادة، ودي جمال وعظمة وروعة المسيحية. خلينا ندخل بقى للعمق أكتر في الكتاب ونتكلم عن السيرة العطرة والذكية القديس سمعان الأخميمي وناخد كده نبذة بسرعة عن سيرته وحياته. الحقيقة يعني الكنيسة أصدرت كذا كتاب للقديس سمعان الأخميمي وكان بتشجيع طبعا وتعديد سيدنا الأنبا بنيامين، هو اللي يعني قال لنا جمعوا كل التقارير الخاصة تقر بصحة هذه المعجزات يعني، وسمح لنا أن يكون في سلسلة من المعجزات موجودة يعني في الكتاب. وبنشكر أخ ريمون برضو في تنسيق الكتاب معانا في إخراج هذه المعجزات. القديس سمعان الأخميمي قصة حياته، هو اتولد من أبوين مسيحيين تقيين من أخميم، وكان متربي تربية فاضلة مسيحية، عاش على حياة التقوى، وأيضا كان له حياة الزهد والفضيلة، ترعرع في شبابه في حياة الزهد وسمع عن سيرة الرهبنة في أخميم. وكان في ذلك الوقت كان في الدير حوالي 24 راهب انضم إليهم من خلال أب اعتراف لي اسمه الأنبا أدوجيوس، وابتدى يعيش بإرشادات معاه، وابتدى يعيش في حياة تقوى فيها عفة وطهارة وفيها زهد وفيها نسك. ابتدت بقى الاضطهادات تأتي على هذا الدير، ابتدى أنه يقدموا نفسهم ذبيحة حب وشهادة بالإيمان في أيام الولي إريانوس. بدأوا بقى يقيدوه بالسلاسل ويضربوه بالسياط وأيضا بالهمبازين، ويجلدوه ويضربوه، أيضا يحطوا له خل وجير. في الآخر نال الاستشهاد بقطع رأسه. احنا جبنا جزء من رفات هذا القديس العظيم إلى الكنيسة في بمم سنة 97 ميلادية. هل في أحداث معينة حصلت؟ يعني عادة لما بيبقى فيه جسد قديس لسه محدش يعرف عنه حاجة، في وقت معين الله بيسمح باكتشاف المكان، وكمان بيكون فيه رسائل مفروض أنه يكون فين ربنا بيبعتها. فبالنسبة للقديس سمعان الأخميمي رحلة وصوله أو وصول رفاته لغاية الكنيسة، احنا جبناه سنة 97 من دير الأنبا توماس من جبل شنشيف، وده الدير اللي ترهبن فيه القديس سمعان الأخميمي من يد أبونا القديس المتنيح أبونا إبراهيم الصموئيلي، واللي هو مزار معروف في دير الأنبا توماس في الخطاط بدوقتي أبونا إبراهيم. جبنا الجسد، وحقيقة أول ما دخلنا بيه الكنيسة فاحت الكنيسة رائحة بخور وحنوط.
شمينا ريحة جميلة جدا وبخور عطرة ملأت الكنيسة كلها، وحسينا ببركته. وابتدى بقى القديس سمعان من تلك اللحظة يتمجد ويعمل معجزات كثيرة في هذا المكان، وكان وجوده يوم بركة. ودايما يعني أعداد كثيرة تأتي لهذا المكان لأخذ بركة القديس سمعان الأخميم. طب لو اتكلمتني النهاردة عن علاقة شعب قرية بام، نعم، القديس سمعان الأخميمي، محبتهم ليه ومحبته ليهم، يعني بتشوفها ازاي في الاحتفالات مثلا بعيد استشهاده، في طلباتهم، في ثقتهم وعشمهم في شفاعته، يعني قول لنا كده العلاقه اللي بينهم وبين بعض. العلاقه وثيقه وعلاقه حميده جدا وعلاقه حب يلتف كل الشعب، سواء من بلده بمم او البلاد المجاوره او البلاد التي تاتي لنا من كل مكان. يعني بياتينا من القاهره واسكندريه ومرسى مطروح وبحر الاحمر وكل المناطق الجمهوريه، يجوا مخصوص عشان ياخدوا بركه، عشان ياخدوا بركه القديس سمعان الاخميمي. وسيدنا ربنا يديله الصحه نيافه الانبا بنيامين حدد لنا مرتين في السنه للاحتفال بيه. مره اللي هو يوم وصول الجسد بتاعه الى الكنيسه، وده يوم 30 يونيو من كل عام. ويأتي سيدنا ومع مجمع الكهنة، جزء من مجمع الكهنة، وبنحتفل بتطيب الجسد. والمرة الثانية أيضا اللي هو عيد استشهاده بقى، اللي دايما بيجي في شهر يناير، وبرضو بنحتفل بيه. بيبقى أعداد كبيرة جدا ألوفات تحضر هذا الاحتفال وتتمتع ببركة القديس سمعان الأخميمي. وهناك معجزات كثيرة جدا 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 بتحدث في هذا المكان وفي هذه الكنيسه ببركه العذراء وببركه القديس سمعان الأخميمي. هو شفيع البلده يعني، وزي ما قدسك قلت كده، نيافه الحبر جيل الانبا بنيامين، ويمكن دي انا سمعتها بشكل شخصي منه اكتر من مره، في اي مشكله دايما يقول ايه، بس نادي عليه، يدي للي عنده المشكله الغطاء بتاعه او الكسوه بتاعه الرفات بتاعته، وهو هيتصرف. ثقه غير عاديه في شفاعته، في محبته لاولاده ولشعبه. أنا يعني عايزة من نفسك طبعا تحكي لنا معجزات الناس متشوقة وبتحب تسمع ده، لأنها خبرات حياتية يومية وتلامس حقيقي مع ربنا من خلال القديسين. حابة يعني نفسك توضح لنا في جزء من الكتاب نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، اتكلم عن المعجزة وعن تعريفها وازاي احنا نتعامل مع فكرة المعجزة بشكل حقيقي ما يخليناش نبعد عن ربنا، ويبقى كل توجهنا للقديس أو لحد بيعمل معجزة هو ده اللي هيشفيني وانسى الله نفسه. هو فعلا كلامك مظبوط، احنا لا نشجع الجري وراء المعجزه حسب ما كتب لنا سيدنا في مقدمه هذا الكتاب، يعني دي في المقدمه. لا نشجع الجري وراء المعجزات، لكن المعجزه، كلمه معجزه يعني اعجاز، شيء لا يستطيع الانسان ان يقوم به إلا ده شيء عمل ربنا. المعجزة دي من خلال ربنا، فهو عمل يفوق البشر. والمعجزة تحصل في مكان معين، يعني ممكن تحصل عندنا في كنيسة العذراء في بمم اللي فيها القديس سمعان، وبتحصل في زمن معين، وبتحصل في لهدف معين. يعني المعجزة عمل إلهي وليس عمل بشر. والهدف يعني ان المعجزه ما تكونش لتمجيد الانسان، الهدف منه ان احنا نمجد اسم ربنا. كثير من الناس ياتونا ولا يحدث لهم معجزات. صحيح. هل معنى كده ان الناس دي ما عندهاش ايمان؟ لا، الناس دي عندها ايمان، بس ربنا ليه هدف من عمل المعجزه لوقت معين وهدف معين. ولا معناه ان ربنا ما بيحبهمش ولا مقصر معاهم ولا انه بيعاقبهم اطلاقا. ما القديس بولس الرسول قال له ظل بطرس وبولس كان يعمل يصنعان معجزات، لكن كان اعطيه شوكة في الجسد. فمش معناه انه كده، لكن تكفيك نعمتك قوتي في ضعفك كم. صحيح. فالمعجزه ليست عمل انساني، لكن هو عمل ربنا، وربنا يسمح من خلال اولاده القديسين علشان يتمجد اسم الله. صدقة القديسين دي قد ايه مهمه، يعني اللي لغايه النهارده ما جربش لا شفاعتهم ولا صدقتهم،
وخلاص انا بطلب من ربنا على طول، يعني لما هو يبقى ارادته جايه انه يعمل اي حاجه هيعمل. النهارده لو قلت للناس على جمال وحلاوه وضروره الصداقه مع القديسين. الصداقه دي عشره، يعني واحد كده يقول انا شفيعي مثلا القديس سمعان الاخميم، وخصوصا كلمة حقه يعني واحنا في البرنامج، القديس سمعان الاخميمي كل من يطلبه بكل قلبه بإيمان في موضوع الإنجاب لا يمكن إطلاقا بسماح من ربنا، احنا طبعا قلنا الاتفاق طبعا ان دي بسماح من ربنا، لا يمكن ربنا يتأخر عنه. ولذلك تلقى في الكنيسة عندنا عدد كثير من الأطفال بيتعمدوا جمعة وحد لا يقل عن 10 أطفال أو 12 طفل أسبوعيا. فدي عشرة كبيرة ما بين الإنسان وعلاقته بربنا. يعني ياما تعب كتير وراح لدكاترة، أو تعبت كتير وراحت لدكاترة كتير ومفيش بلا نتيجة، فالتجت بقى للقديسين وتعاشر القديسين بحب وتعاملهم بحب، من خلال الحب والعشرة بشفاعة القديسين ربنا بيستجاب ليهم وبينالوا البركة والعطاء. يمكن في ناس ما تعرفش أن حتى القديسين في تخصصات عندهم، يعني كل قديس بنلجأ له في حاجة معينة، في مرض معين بيبقى هو ده الأكتر حاجة هو بيتعامل فيها. قديس سمعان الإخميمي متخصص في موضوع الإنجاب ولا في مزبوط. في حاجات تانية كده ظاهرة من خلال تعاملاته مع الناس؟ ده في حاجات كتيرة جدا. يعني الإنجاب ده على طول عندنا أسبوعيا بركة بجد قديس سمعان. وايضا يعني انا هحكي لك معجزه حصلت من 15 يوم. جات لنا واحده من القاهره مخلفه 4 اولاد، 2 بنات و2 صبيان، والزوج والزوجه اللي هو الاب والام اقارب لبعض. فالاولاد كبار عندهم مرض من صغرهم اللي هي المرض الميه الزرقاء اللي بتيجي في العين. فالشاب من ده بيجي لحد سن 17 سنه وابتدى يجي له ضمور في العين، عين تضعف. وبعد ما بتضعف العين يجي لحد سن ال 21 سنه يفقد البصر. فوجئت ام جات للكنيسه معاها 4، 3 فاقدين البصر لأنه تعدوا السن ال 21 سنة، والرابع خايف عليه اسمه فيلو باتير، هو لسه يعني في المراحل الإعدادية فسنه لسه ما جاش ما تخطاش ال 20 سنة. فبتقول لي أنا يعني لفيت على كل الدكاترة ورحت الناس كتير، أولادي يبقى حلوين يا أبونا لحد سن إعدادي، وأول ما نخش بقى المرحلة بتاعت الشباب النظر يضعف وبعد كده ما يشوفوش. ماذا نفعل؟ وثلاثة بنفس الطريقة ولفيت وسافرنا. قلت لها طيب تعالي نعمل تمجيد، احنا طبعا ما نستحقش ان احنا نعمل تمجيد، تعالي نعمل تمجيد وناخد بركة العذراء وقديس سمعان ونشيل كل واحد الجسد بتاع قديس سمعان. وزي ما حكيتي وسيدنا قال إن مجرد الكسوة أو الاقتراب إليه زي ما حضرتك أشرتي أو بالمناداة باسمه ربنا بيتمجد بالفعل. يعني بعد ما عملنا التمجيد إحنا اديناها زيت بركة من الكنيسة وخلاص ومشيت. وفاجئ تاني يوم بتكلمني حاجة عجيبة قوي، بتقول لي إني شفنا أب راهب ظهر لنا وقال لنا أنا القديس اللي أنتوا زرتوني هناك في الكنيسة وأنا هتمجد معاكم، وخدوا بالك الطفل الرابع ده ما تخافيش عليه ومش هحصل له حاجة، وولادك الثلاثة دول إن شاء الله هيتمجد اسم ربنا ودهنيهم بالزيت وهيشوفوا، بس تروحي تشكري الست العذراء. وبالفعل تاني يوم مش يعني العمليه ما استغرقتش 24 ساعه، فوجئنا ان بتصرخ في التليفون الحقني يا ابونا من الفرح ولادي الثلاثه بيشوفوا، وقال لي ما تخافش على الرابع الفيلو باتير وكان هجي لك اشكرك الجمعه الجايه. وبالفعل جه وشكرت القديس سمعان الاخميمي. مجد الاسم ربنا. يعني استجابته سريعه جدا برضه، بناكد تاني
ان كل حاجه بسماح من ربنا، لان ممكن حد يكون عنده مشكله زي دي او حتى اكبر من دي، وربنا يكون له قصد وحكمه ان الموضوع ما يتحلش دلوقتي. فعشان الواحد ما يقولش اشمعنى وليه وربنا عنده ناس وكلام كتير قوي ممكن الشيطان يلعب بالواحد بيهم، فيكون عندنا ثقه وايمان ونتشفع بالقديسين، لكن نسلم امورنا لربنا لقرار ربنا يعني. مظبوط. طيب تمتعنا كده بمعجزات تانية تقول لنا، انا عارفه كل الساده المشاهدين بيحبوا يسمعوا المعجزات. يعني احنا عندنا معجزه انجاب نحكيها بسرعه. اتفضل. ام قعدت حوالي 18 سنه والزوج والزوجه يعني مفيش اي حاجه تعوقهم على الانجاب، وبعد 5 سنين التجؤوا للطب، فابتدى انه يروحوا عملوا عمليه اطفال انابيب وفشلت، وبعدين عملوا في البدايه حقن مجهري برضه وفشل، الزوج عمل عمليه دوالي وبلا نتيجه، عملوا عملية أطفال الأنابيب دي 3 مرات وكل مرة يعني مبالغ أكتر من التانية. ففي مساعد الدكتور بقى اللي هو بتاع أمراض النساء خدهم في جنب كده قال لهم أنا عايز أقول لكم حاجة بس بعيد عن الدكتور يعني. أنا أعرفه يعني الدكتور ده دكتور مساعد. قال لهم بصوا بقى روحوا في كنيسة اسمها العدرا والقديس سمعان في بمم مركز تلم حافظة المنوفية. روحوا خدوا بركة الديست. أنا أختي كانت كده وقعدت مدة طويلة وربنا ما اداهاش، وشوفوا إيه اللي هيحصل. بأمانة جم وخدوا بركة المكان، وبعديها بشهرين يعني اتكلمت معانا وقالت لي أنا الحمد لله بقيت حامل بركة الديست سمعان، وأنجبت بقى سمو توماس وسمعان، جابت توأم وجم عمدوا في المكان اللي فيه جسد القديس سمعان الاخميمي في بيمم عندنا. تعويضات ربنا كبيره يعني، مش بس اداها واحد لكن كمان اداها توأم. اداها توأم. عندنا اشتغل ايضا في الشلل الكامل. شلل كامل. يعني جات لنا اسره من بورسعيد ومشلول على الكرسي الاخ 21 سنه بلا حركه. ودخل الكنيسه ومجرد ما سمعوا التمجيد بتاع القديس سمعان فعصرك نالوا الاكاليل ماري جرجس الامير وبنوه بالشهيد بنيوت افا سمعان. بامانه لقينا الشاب قام بسرعه من على الكرسي، وحدثت واحده زي كده برضو في وجود سيدنا الانبا بنيامين. داودسك فاكر كمان الجزء اللي في التمجيد اللي قام فيه من على الكرسي. اللي قام فيه إذا الوقت سمح ده فيه معجزات كتير. احنا يعني يا ريت لغاية لما وقتنا يخلص احنا هنتمتع بالمعجزات اللي حصلت. احكي معجزة اخرى. اتفضل. اب كاهن نتيجة الحريق في هنا في القاهرة في احدى الكنائس يعني ايام اللي فاتت ربنا ما يسمحش بيها تاني، تعرض هو لالتهابات النار. فمن كثرة الدخان جاله كانسر في الأحبال الصوتية. سافر على طول مباشرة إلى ألمانيا للعلاج ما جابش النتيجة. بعد كده جه مصر ورجع تاني أمريكا وبلا نتيجة. قعد سنة وثلاث أشهر الصوت ما يطلعش في الصوت. فأسرة بسيطة تبعوا في الخدمة قالوا له خد اتشفع بصورة القديس سمعان الأخميمي وصورة العذراء. فعلا ابتدى يتشفع وجه الكنيسة وقال أخد بركة القداس. هو ما بيقدرش الصوت مش طالع، فحبيت أنه يشارك معانا في جزء في صلاة الصلح يا دوبك أول كلمتين وما قدرش يكمل لاني صعب عليه نفسه يعني. وهو كهنوت يعني لسه 6 سنين يعني. وبعدين بعد القداس خد بركه المناوله واتناول معانا وكده، والرحله كانت معاه. وابتدى بقى يعملوا التمجيد. ما فيش صوت سنه وكذا شهر.
أول ما بيعمل التمجيد للست العذراء سلم لك الست العذراء يا دواء يشفي التعبان أو إبرة التعبان، لقينا صوته انطلق صوت جميل رائع لدرجة عمل التمجيد للعذراء وأنا سمعان خليته يقوله تاني من اشتياق للصوت الجميل بتاعه، وانطلق الصوت بعد سنة وكذا شهر ما كانش عارف يطلعه ببركة العذراء والقديس سمعان الأخمين. من غير أدوية ومن غير أي حاجة بعد الطب ما فشل. بعد الطب ما فشل. بعد ما الطب ما فشل. ده في يعني لا داعي لذكر اسم بعض الأحبار الأجلاء، يعني لا داعي لذكر اسمه حفاظا لكرسيه يعني ورشيته. جه عندنا وسيدنا عربية بن يمين وكان عنده كانسر في العين. العين كانت ورمة جدا. عين اليمين وكان لابس نظارة كبيرة كده تغطي، وهو بيعمل التمجيد بدأت العين تقل تدريجيا تقل تدريجيا، وراح يحلل وجد الكانسر اختفى نهائيا اختفى نهائيا. لا معجزات لا حصر لها. الثقة يعني هو الواحد لما يبقى عنده ثقة وإيمان وهو رايح يطلب بتفرق كتير جدا. يعني جدا. غير واحد بيسمع وخلاص يعني أدينا بنقول حصل حصل ما حصلش ما حصلش. مزبوط. أو واحد بيجرب يعني فرق كتير بين ده وبين واحد زي ما كنا بنتكلم على صداقة وشفاعة القديسين. بالظبط. إذا سمحت لنا نقول لو الوقت يصبح بمعجزات أخرى. فد. يعني جات لنا أسرة من شبرا الخيمة يعني والشاب مشلول شلل كامل. وقلنا بالليل هو واخوه ويعني خبطوا بالليل قالوا ابونا افتح لنا عشان لي اخ مشلول وسامعين عن القديس سمعان. فتحنا كان يوم اثنين فتحنا له الباب الساعه 10 بالليل وانا اعرف اخوه كويس يعني. طبعا ما عرفتش اشيل معاه اخوه لاني يعني زي ان فيش بلا حركه لا ايد ولا رجل بتتحرك. فشالوا على كتفه وحطه نايمه على الدكه الاخيره اللي جنب المقصورة القديس سمعان عندنا في الكنيسه. عملنا التمجيد للعذراء وللقديس سمعان وطلعت لهم الجسد وقلت اشوف الاخ اللي معايا يحاول نعمل لهم بقى ما يطلعوا من الكنيسه واجيب اي حاجه يشربوها علشان يعني جاي من المشوار بالليل. في اللحظه اللي انا طلعت فيها من الكنيسه بقى وخليتهم يتمتعوا بالجسد شافوا أب كاهن قاعد على الدكة ناحية الشرق يعني كده في أول دكة من اتجاه السيدات اللي بتقعد عليها السيدات. فهو افتكر إن ده كاهن ضيف وأنا ما خدتش بالي وأتريد ده القديس معاني الأخميمي. فقال له أبونا ممكن يعني تيجي تصلي لي عشان أبونا فتح لنا وعملنا التمجيد وادانا الجسد. قال له حاضر يا ابني. مجرد ما حتى القديس سمعان ايده على الشاب ده اسمه كميل تمجد ربنا وقام في الحال. ما تتخيليش بقى الاخ السليم جاي يجري الحق يا ابونا ابونا الضيف عمل لنا معجزه. وما يعرفش ان ده ابونا سمعان. قلت له في ده مفيش ابونا ضيف يا ابني ده انا السور عالي والبوابه انا اللي فتح لكم مفيش ده القديس سمعان الاخميم. قال لي ده تعالى ده تلقاه. طبعا رجعنا ما لقيناش القديس سمعان وعرفوا ان هو القديس سمعان. يتمجد اسم ربنا يتمجد اسم ربنا. معانا مدام نيفين من شبرا الخيمه. صباح الخير مدام نيفين. الو صباح النور. اهلا بيك اتفضلي. ممكن اتكلم ابونا بابيزم؟ طبعا سامع حضرتك معاكي. ابونا صباح الخير. صباح الخير. أهلا انا معايا بنتي عندها 10 سنين. ايوه. نازله من بطني عندها زي شلل يعني خفيف كده بس ما بتعرفش تمشي لوحدها لازم حد يسندها. لما بتيجي تروح المدرسة بتشوف صاحبها في المدرسة بيمشي ازاي بتنطط ازاي بيجروا ازاي تبقى نفسها تجري زيهم. تيجي تقول لي ماما نفسي اجري زيهم نفسي كنت زيهم. فانا طبعا منك طلب تصلي لي القديس سمعان الاخميني اللي مش في هالي مش في هالي وتمشي زيها زي بقية الاطفال ويعني بتفرح زيها زي بقية الاطفال. انا لما الاقيها بتتذمر اقول لها ما تتذمريش يا مريم عشان خاطر بابا يسوع يعني مديك التجربة دي ما تتذمريش اشكريه وهو هيشفيكي. تقول لي حاضر يا ماما. بس انا نفسي ان هي ربنا يكرمها وتشفى تماما. هي مش بتعرف تمشي لوحدها كتير يعني ممكن تمشي خطوتين ثلاثه تروح واقعه. فلما بتقع بنزل عيالها بيقعدوا يضحكوا عليها وكده. فانا نفسي ان هي ربنا يكرمها وتشفى تماما تماما تماما.
ولا تحتاج لعلاج طبيعي ولا تحتاج لأي حاجه. ربنا يشفيها ويفرح قلبك بيها مدام نيفين، ويعني وتسابونا يعني اتمنى توجه لها دعوه بقى انها تروح. اختي نيفين هطمنك، كانت في حاله زي دي بالظبط عندنا زي دي، وعيل صغير اسمه خيري في ثالثه ابتدائي وكان عنده شلل اطفال وحاطط عكاز تحت دراعه، فكل ما يجي يمشي في الكنيسه يزقوا الاولاد والاولاد تقعد تضحك عليه ويجي يعيط لمامته، ما الاولاد بيوقعوني صعبان عليه نفسه صعبان عليه. كان من الغمازه الكبرى من الجيزه، وجانا برحله واول ما جه وشال الجسد فوجئنا ان الرجلين اتساووا مع بعض وترك العكاز وموجود عندنا في الكنيسه. فببركه العذراء والقديس معانا نصلي له وربنا يتمجد وان شاء الله ينال الشفاء ان شاء الله. يلا يعني مدام نيفين زياره بقى للقديسه معانا الاخميمي، واكيد مش هيرجعك يعني وانت مكسوره الخاطر من كل الخبرات اللي اتسابونا والمعجزات اللي حكاها لنا النهارده، مش هيردها ترجع كده. هتيجي فرحانه، هتيجي فرحانه ان شاء الله. ربنا يفرح قلبها، يعني الكلام عنه ما يتشبعش، ويعني نفسي نسمع اكتر ومعجزات اكتر، لكن في كل يوم اكيد هيتمجد اسم ربنا من خلال القديسين، كل يوم هنسمع اكتر واكتر وناخد بركته كمان. سعدنا بوجودك معانا جدا وتسلمنا. احنا فرحانين، شكرا ليك. بنشكركم على تعبكم معانا، وبنشكر كل المسؤولين في القناه وفي البرنامج، ودعوه ان نفسنا تيجوا تاخدوا بركه المكان وتتباركوا من شرفنا وناخد بركه وتسمونا القس ابانوب برج كان كنيسه القديسه العذراء مريم والقديس الشهيد سمعان الاخميمي قريه بمن مركز تلا المنوفيه. مره ثانيه شكرا لحضرتك وصباح النور يا استاذ. شكرا شكرا شكرا. بعد الفاصل الفقره الاخيره في حلقه النهارده وجوله سريعه في اهم عناوين الصحف اليوميه.